ياسمين عزه قالت اقول له يا استاذ محمد، اقولها له ولا بلاش؟ حموكشة قصدي يا استاذ حموكشة. نعم يا اختي. مالك؟ مفيش، بفخم الفرعون الكبير الصغير. ها مين يا اختي؟ الفرعون الكبير الصغير، وانا بناديك بأداة التفخيم يا استاذ حموكشة. بقولك يا ولية، قومي اعملي القهوة وليها، مش ناقصة وجع دماغ. اخس عليك، انا غلطانة. يلا ده وقته، استخدمي الصوت الشتوي، ما تنسيش الراجل بيحب الصوت الشتوي، اوعي تنسي. يلا جربي. حموكشة؟ يا نعم. وانا صوتي شتوي ولا صيفي؟ لكرة. ها؟ ما بهزرش يا حموكشة. اقولك ايه، انا مش فاضي ياما شغل النسوان ده. يعني ايه يعني يا حموكشة، صوتي صيفي ولا شتوي؟ الله ما طولك يا روح. اوف، الراجل بيبقى عنده جفاف عاطفي ومحتاج حنية. يا نهار اسود، عنده جفاف وانا موجودة؟ ايه ولا اللي انت عملتيه ده؟ علشان ما يبقاش عندك جفاف. جفاف ايه وزفت ايه وليه، انت اتجنيتي ولا ايه؟ الاستاذة ياسمين عزو هي اللي قالت كده. ابوك الابو فيها يا حموكشة، بتضربني ليه؟ عشان تبطلي تسمعي ياسمين عزو بتاعتك دي. وانا عملت له حاجة الراجل ده مش عشان ما يجيلهوش جفاف. انت جيت يا حموكشة؟ لا لسه ما جيتش، فاضل نص ساعة واجي. طب بقولك ايه، انا حاطه لك ورقة بالطلبات اللي انا عايزاها عندك في جيب البنطلون، انزل هاتها. لا انا جاي تعبان مش هقدر، حاجات مهمة يا حموكشة، انزل بقى خلصني. استغفر الله العظيم. حاضر، اكيد هتعجبه المفاجأة. ممكن تعملي ايه بقى، تكتبي ورقة وتحطها له في جيب البنطلون وتقولي له في ورقة عندك في جيب البنطلون فيها طلبات، انزل جيبها. لما يفتح الورقة هيلاقيكي كاتباله احنا مش محتاجين غيرك يا حبيبي، يفرح. طيبة قوي ياسمين عزو دي. لازم يعني الطلبات دي النهاردة في الحر اللي احنا فيه ده والزحمة؟ اما شوف كده عايزة ايه، احنا مش محتاجين حاجة يا حبيبي، احنا محتاجينك انت، ربنا يخليك ليا. يا بنت الجزمة. ايه عجبتك المفاجأة صح؟ قوي. تعالي اروح اقربي. لا قرب انت. ايه يا حموكشة انت بتضربني ليه؟ انت لسه شفتي حاجة؟ الحقوني. مش انت بتسمعي كلام ياسمين عزو تاني؟ حرمت يا اخويا حرمت.